في حضرة وداع أخونا العزيز علينا جدا المهندس سامي طلب. والأخ سامي طلب هو من مواليد الجزيرة وخريج جامعة السودان قسم المعمار هندسة المعمار، وأتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر، ونحن نودعه في هذه اللحظات، نودع فيه كل الصفات الجميلة: حسن الخلق، حسن الأدب، ثقته بنفسه، تواصله مع أهله في ولاية أريزونا. قدم الكثير لهذا الوطن الصغير الذي نعتبره وطنا. فكلمة وداع باعتقادي هي كلمة كبيرة، وصعب على الإنسان أن يقول وداعا، كما قال الشاعر: ودعته ولو بودي لو يودعني صفو الحياة وإني لا ودعه. فنحن نودع أخونا سامي وأسرته الكريمة الذين سوف يغادرون إلى أرض الوطن للسودان الحبيب. وكانت هي هجرة، كلنا نحن هنا مغتربون وبعيدون عن أهلنا وأوطاننا وعن أسرنا، ولكن أحيانا هنالك دوافع هي دوافع قوية ودوافع تجعل من الإنسان أن يكون طموحا وأن يخرج من مكان إلى مكان، والهجرة هي مطلوبة ومشروعة. فكل ما كان الإنسان صاحب فكر وصاحب عقل وصاحب طموح ينبغي له أن يتحول وأن يتغير من مكان إلى مكان. فأخونا سامي حقيقة نحن نودعه ونودع فيه كل الأشياء التي سوف نفتقدها في وجوده هنا. قدم لهذا البيت، البيت السوداني الذي نحن فيه، كان أول رئيسا له، قدم من زمنه ومن وقته ومن ماله ومن وقت أسرته ومن وقت عمله جهادا وتضحية لإخوانه وإخواته في أريزونا. فنحن لا نجد كلمة غير أن نقول له شكرا لك جزيلا، ولك ولأسرتك الكريمة، متمنيا لك كل التوفيق وكل النجاح. المشاعر والكلمات أحيانا تقف عاجزة عن تعبر عن تلك الأشياء الثمينة والأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعبر عنها ويقولها. فنحن والله وبكل صدق لا نقول هذا لا رياء ولا تملغا، ولكن هذا حقه، والحق يرجع إلى أهله وأصحابه. ولا يعرف الفضل إلا أهل الفضل، فنحن نعرف الفضل ونعرف أهله أيضا، فلنا وينبغي لنا وبكل صيغة وبكل وفاء أن نشكر جهده وأن نشكر له كل ما قدمه لنا وكل ما قدمه لأهلي في أريزونا. والبيت السوداني سيظل يذكر وبكل فخر وبكل امتنان سامي طلب الذي خلد لتاريخه ولتاريخ أبنائه وأهله في السودان خارج الوطن ذكرى طيبة عطرة تبقى إلى مر السنين وإلى مر الدهور. فنحن نودعه ولأهله ولأسرته السلامة، ونتمنى له كل التوفيق، له وللأخت العزيزة الأخت سلمى الوسيلة التي أيضا نعتبرها جزءا لا يتجزأ من ذلك الجهد وتلك التضحية التي كانت تصحبه دائما هي وأبنائها ينامون هنا. نرى أسام ونرى شهد ينامون في هذا المكان مع والدهم ومع والدتي. فهذه أشياء تقدر ولا بد لنا أن نذكرها وأن نقدرها في كل وقت وفي كل زمان. لا شيء نذكره غير أن نقول له كل التوفيق لك يا أخ سامي وكل النجاح، وأنت رجل ناجح، نحن نعرفك جيدا. أنا أعرف سامي منذ 2004، عمل في شركة من شركات الأمن الموجودة هنا، وكان أول سوبرفايزر سوداني يمتلك هذه الوظيفة. عمل وجاهد وساعد كل إخوته السودانيين، وكان في ذاك الوقت هو يمتلك ما يسمى بالجالية السودانية، ولم تكن هنالك جالية سودانية. ما هي الجالية السودانية؟ وما هو العمل السوداني؟ أنك تقدم لأهلك ما تستطيع أن تقدمه. فكان يمتلك هذا الشعور قبل أن يكون هنالك بيت سوداني وقبل أن تكون هنالك جالية سودانية. فنحن نفتقده ونودعه، ولا نقول له إلا لا تلوم القلب ما خاف الوداع،
ولا تلوم النفس ما غاب الوداعة وكل دوم إذا ما دم ينقلب لكم. لا أستطيع أن أعبر عن تغيب الكلمات. أجد نفسي في هذه اللحظة عاجزا أنا أقول لك أي شيء. فلك كل الوفاء ولك كل التقدير أخسامي نيابة عن كل إخوتك الموجودين هنا وإخواتك في أريزونا مما قدمت لهم من تضحيات ومن عمل وبذلت كل ما استطعته من بذل وعطاء وخلدت هذا المكان الذي أصبح منبرا لكل السودانيين في أريزونا، أصبح منبرا حقيقيا يسمى بالبيت السوداني الأمريكي في أريزونا لكل المناسبات السارة ومناسبات غير السارة. فلك كل الشكر ووداعا لك وتمنياتنا لك بكل التوفيق والنجاح مع أهلك في السودان وأهلنا في السودان أيضا، وشكرا لك. عندنا ميداليات مقدمة من البيت السوداني الأمريكي بأريزونا. العم السباعي هيقوم يقدمها. الميداليات تقدير لكل الناس اللي وقفوا معانا هنا في البيت السوداني، اذا كان بجهدهم بمالهم اتفضل. الإخوة الحضور، الحقيقة الواحد في لحظات زي دي ولحظات بتاعت وداع يعجز عن أن يعبر عما يجيشه بنفسه. فكلنا نعلم بأن ابننا سامي طلب فهو غني عن التعريف، عرفناه منذ عام 2000 فهو كان مع أبنائنا، فرجل خلوق، رجل طيب القلب، يضحي من أجل المجموعة. فإذا كان يعني ما نغف عليه الآن فهو من جهده وعرقه وماله، فالتحية له ولأسرته الكريمة. فكلنا نعجز عما قام به وسنفتقده حتما في هذه اللحظات الحرجة اللي نحن في أحر في أعز يعني في أعز جهدنا وفي أعز وقتنا في أن نفتقده وهو ليس بيننا. إننا عرفناه في السراء والضراء، رجل خلوق، رجل مؤدب، رجل مهذب، يعني جهده لا يقدر بثمن. فالتحية له ووداعا. ووداعنا له ليس لنا إلا أن نسأل الله أن يعيده لنا بعد أن يحقق ما يطمح إليه. والتحية لأسرته الكريمة التي يعني لن تألو جهدا في أن تساعده في كل ما يقدم، فلهم كل التحية ولهم كل التقدير. والسلام عليكم. الميدالية الأولى لأستاذ سامي، تفضل. قلنا عشان مريخاوي. طيب الميدالية الثانية غيابيا يا للأستاذ العم عثمان خالد وخلي ما ينوب عنه عبد المنعم. أستاذ عبد المنعم طلع؟ عبد المنعم خليل. يا
طلع ولا ما تخيل لي موجود مو صادق اوكي صادق علي ممكن يقوم ويشيل الميداليه ما له ولا رقوه ودي بتكلم برسالة يعني للسودان صادق علي صادق عمر طيب الميدالية الثالثة للدكتور أستاذ أشرف بنقول شكرا جزيلا لكل المساهمات اللي تمت يعني هنا في البيت السوداني نتمنى التوفيق يعني الإعلام ما عندهم ميدالية شكرا جزيلا وربنا يوفق يعني كل الناس اللي قرروا الهجرة العكس